اي نعم، فعلك يصير فيه تنفير اذا طولت الصوت ومددت وتبي تقلد أئمة الحرمين، هذا يشق عليهم. عليك بالاعتدال وعدم التنفير والقراءة المتوسطة اللي ما هي بهذ وهذرمة ولا هي بتمطيط، ولا تقلد أحد. وشو له تقلد فلان وفلان؟ أنت أعطاك الله صوت وأعطاك معرفة بأحكام القراءة، ولا هو بأحسن التقليد. تقليد الأصوات ما هو بأحسن، تمثيلية. صرت تقلد صوت فلان، هذه تمثيلية. أما إذا كنت تقتدي به في إتقان القراءة لا بأس، تقتدي به في إتقان القراءة وحسن الصوت هذا طيب. أما أنك تجيب مثل صوته ونبرته هذا يصير تمثيلي. نعم.